بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووقفنا عند القاعدة 48، وهي قوله: القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. وهذه القاعدة أصلها عند الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد. وقوله الفعل يدخل فيه القول أيضا، لأن القول فعل كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فوصف القول بأنه فعل، فقوله الفعل يشمل القول ويشمل الحدث الذي هو الفعل عند الإطلاق. ومعنى هذه القاعدة أن الفعل إذا حصل فيه انفصال ثم رجع إلى الاتصال، فإن كان هذا الاتصال معتادا فإنه يأخذ حكم الاتصال الحقيقي ويكون متصلا حكما، فلا يؤثر فيه الانقطاع اليسير. فالفعل إذا حصل فيه انقطاع يسير فإن بعضه يبنى على بعض ويعتبر متصلا حكما. ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان توضأ، فلما غسل وجهه وتمضمض واستنشق انقطع عليه الماء، ثم رجع الماء أو وجد الماء بعد زمان يسير فاستعمله، فإن وضوءه يعتبر متصلا حكما ولا يؤثر فيه هذا الانقطاع اليسير، بل يبنى آخره على أوله. والأفعال والأقوال بالنسبة للاتصال والانقطاع تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: ما هو متصل اتصالا معتادا، وهو الذي لم يحصل فيه انقطاع البتة، كما لو صلى الإنسان صلاة العشاء وابتدأ تكبيرة الإحرام إلى أن سلم ولم يحصل بين أبعاض الصلاة
لانفصال، فهذا اتصال معتاد. القسم الثاني اتصال غير معتاد، ومثال ذلك الوضوء الذي تقدم معنا. فلو أن إنسانا لما غسل يديه انقطع الماء قبل أن يمسح برأسه، ثم عاد الماء بعد زمان يسير، فاستعمل الماء ومسح به رأسه، فإن هذا يعتبر متصلا حكما، يعتبر متصلا حكما. الحال الثالثة الانفصال، كما لو صلى الإنسان ركعتين ثم أغمي عليه زمانا طويلا ثم أفاق، فإنه يجب عليه أن يبتدئ الصلاة من جديد لحصول الانفصال. فالأفعال بالنسبة للاتصال والانفصال تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، والقاعدة تتعلق بالقسم الثاني، وهو ما إذا كان الاتصال اتصالا معتادا. القاعدة تتعلق بالقسم الثاني، وهو ما إذا كان الاتصال اتصالا حكما، فإن الفعل يبنى بعضه على بعض. ونستطيع أن نجعل الأقسام أربعة أقسام، فنقول القسم الأول اتصال حقيقي، والقسم الثاني اتصال معتاد، والقسم الثالث اتصال غير معتاد، والقسم الرابع لعدم اتصال وهو الانقطاع. فالاتصال الحقيقي أن يبدأ المكلف بالفعل من أوله إلى آخره من غير أن يوجد فاصل بين أبعاضه، والقسم الثاني أن يبدأ المكلف بالفعل ثم ينفصل انفصالا يسيرا ثم يعود له، فهنا يعتبر الاتصال اتصالا معتادا، وهذا هو محل كلام الشيخ في هذه القاعدة. القسم الثالث أن يكون الاتصال اتصالا غير معتاد، كما لو أن إنسانا صلى صلاة العشاء ركعتين ثم طرأ له طارئ كإغماء ونحوه، ثم بعد زمان طويل أفاق ورجع للصلاة مرة أخرى، فهذا يعتبر اتصالا لكنه ليس معتادا وهو منفصل حكما. القسم الرابع انفصال حقيقي، عدم اتصال حقيقي، كما لو جاء ببعض الفعل وترك بعضه، فهذه أربعة أقسام: القسم الأول اتصال حقيقي، والقسم الثاني اتصال معتاد وهو الاتصال حكما، والقسم الثالث اتصال غير معتاد وهو الانفصال حكما، والقسم الأخير انفصال حقيقي. ومحل الكلام المصنف رحمه الله هو على القسم الثاني وهو الاتصال المعتاد، ولهذا قال: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال
المعتاد. وهذه القاعدة يدل عليها أدلة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد كأنه غضبان، وخرج سرعان الناس من المسجد يقولون قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلمه، فقال رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فصلى ركعتين. ووجه الاستدلال بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الركعتين الأولى والركعتين الأخيرتين بالسلام والقيام والاتكاء على خشبة معروضة والحديث مع ذي اليدين ومع الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يستأنف الصلاة من جديد، لم يبتدئ الصلاة من جديد، ولكنه بنى بعضها على بعض، لأن الانفصال هنا يسيرا، وهذا الاتصال وهذا يعتبر اتصالا حكما. فأخذ العلماء من هذا أن الانفصال اليسير لا يؤثر في العبادة ولا يؤثر في الفعل، سواء أكان عبادة أم عادة. وأيضا من الأمثلة ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يصاد صيده ولا يعضد شوكه. فقال العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما: إلا الإذخرة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فأخذ العلماء من هذا أن الانفصال اليسير بين أبعاض الكلام لا يؤثر فيه، بل يعتبر الكلام متصلا حكما. ولهذا يقولون الاستثناء هنا الاستثناء هنا متصل اتصالا حكميا، فهو متصل حكما، بمعنى أنه يأخذ حكم الاستثناء الحقيقي وهو الذي لم يحصل فيه انفصال. وإن قال قائل: ما ضابط الزمان اليسير؟ فالجواب على ذلك أن ضابطه هو العرف، ولهذا قال الشيخ في القاعدة: مع الاتصال المعتاد، يعني الذي تدل العادة على أنه لا يحصل به الفصل بين أبعاض الفعل. أما إذا حصل الانقطاع الطويل فإنه لا يبنى الفعل على بعض، وكذلك لا يبنى القول على بعض، بل لابد من الإتيان به من جديد، لابد من استئنافه من جديد. وهذا يؤخذ من قول الشيخ في القاعدة: مع الاتصال المعتاد. فيفهم من هذا من كلام الشيخ في هذه القاعدة أنه إذا حصل الاتصال الحقيقي فإنه يبنى بعضه على بعض من غير إشكال، وإذا حصل الاتصال الحكمي فإنه يبنى
بعضه على بعض لدلالة حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. وإذا حصل انفصال غير معتاد، إذا حصل اتصال غير معتاد فإنه لا يبنى بعضه على بعض ويعتبر منفصلا حكما، وإذا حصل انفصال حقيقي فإنه لا يبنى بعضه على بعض. وهذه الأقسام كلها تؤخذ من هذه القاعدة، هذه الأقسام تستفاد من هذه القاعدة. ومن فروع هذه القاعدة ما تقدم معنا في الوضوء، فإن الإنسان إذا توضأ وانقطع الماء أو اشتغل بغير الوضوء ثم عاد للوضوء مرة أخرى فإنه ينظر، فإن كان الاتصال يسيرا فإن الفعل يبنى بعضه على بعض لأن هذا اتصال معتاد، وإن كان غير يسير فإنه لا يبنى بعضه على بعض لأن هذا اتصال غير معتاد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء إذا حصل انفصال بين أبعاضه وكان ذلك يسيرا فإن هذا لا يؤثر فيه بل يعتبر متواليا حكما. ومن فروع هذه القاعدة الاستثناء في البيع أو الطلاق أو الأيمان، كما لو قال إنسان بعتك لغنمي إلا بعتك غنمي ثم سكت يسيرا ثم قال إلا هذه الشاه وهذه الشاه، فإن القول هنا يبنى بعضه على بعض لأنه متصل اتصالا معتادا. ومثل ذلك لو قال لامرأته في الهاتف هي طالق، ثم لو قال هي طالق ثلاثا ثم انقطع الاتصال أو انتهى شحن الجوال ثم قال إلا ثنتين أو إلا واحدة، فإن هذا يعتبر متصلا حكما، مع أن المرأة لا يشترط لإسماعها الطلاق أو الاستثناء إذا طلقها زوجها. ومثل هذا سائر ألفاظ الواقفين والموصين والحالفين فإن الانقطاع اليسير لا يؤثر في القول بل يبنى بعضه على بعض. هذه هي القاعدة 48. وأما القاعدة 49 فقال المصنف رحمه الله: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، يعني لا تعد مالا زائدا. والحوائج الأصلية هي الأشياء التي يحتاجها الإنسان لنفسه وأهله وماله، وذلك كالأكل واللبس والمسكن والكتب التي يحتاجها الإنسان، فإنهم يعتبرونها من الحوائج الأصلية. كتب العلم التي يحتاجها الإنسان فإنها تعتبر من الحوائج الأصلية كما يذكرون ذلك في كتاب الحج. وهذه القاعدة ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني، وذكرها أيضا ابن عبد الهادي
في خاتمة مغني ذوي الأفهام، وقال: المال المحتاج إليه للضرورات الشرعية المتعلقة بالنفس والأهل لا يعد مالا، لا يعد مالا. ويدل على هذه القاعدة، وهي أن الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، يعني لا تعد مالا زائدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فقراء الصحابة رضي الله عنهم ببيع بيوتهم أو بيع ملابسهم أو أراضيهم التي يحتاجونها من أجل الزكاة أو من أجل الحج. فدل هذا على أن المال الذي يحتاجه الإنسان حاجة أصلية فإنه لا يعتبر مالا زائدا. أما إذا كان الإنسان يحتاج المال حاجة ليست أصلية، وإنما هي حاجة كمالية، فإن هذا المال يعتبر مالا فاضلا. ولهذا العلماء قيدوا الحوائج بكونها أصلية، فقالوا: الحوائج الأصلية. فيحترز بهذا عن الحوائج التي ليست أصلية، وهي الحوائج الكمالية، وكذلك الحوائج التي لا تتعلق بالنفس أو بالأهل، فإنها لا تعتبر حوائج أصلية. فلو كان إنسان عنده مال زائد عن نفقته على نفسه ونفقته على أهله، فإن هذا المال يعتبر حاجة، يعتبر زائدا عن الحاجة الأصلية. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، لأن حاجات الناس تختلف، فقد تكون حاجة زيد ليست مثل حاجة عمرو. وهذه القاعدة يترتب عليها الفروع، منها من أشهر هذه الفروع أن الإنسان إذا كان عنده مال يحتاجه للنفقة على نفسه أو على ولده أو على زوجه أو عبيده أو دوابه، فإنه لا يجب عليه الحج، لأنه لا يعتبر مستطيعا، لأن الاستطاعة إنما تكون إذا ملك الإنسان مالا زائدا عن حاجته الأصلية وحاجة أهله ومن يمونه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله: القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه القاعدة تتعلق بالتوابع، ويعبر عنها العلماء بعبارات متعددة مدلولها واحد، ومن ذلك قولهم: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه استقلالا، وقولهم: التابع لا يفرد بحكم، وقولهم: التابع تابع، أي التابع في الوجود تابع في الحكم. وهذه العبارات كلها تدل على معنى واحد، والمراد بالتابع في قولهم يثبت
تبعا، وقولهم التابع لا يفرد بحكم، المراد به الشيء المرتبط بغيره بحيث لا يمكن انفكاكه عنه، هذا هو التابع، الشيء المرتبط بغيره بحيث لا يمكن انفكاكه عنه. ويكون الشيء تابعا لغيره إذا كان جزءا منه، أو كان ملازما له، أو كان متولدا عنه، ففي هذه الصور يكون تابعا له إذا كان جزءا منه أو كان لازما له أو كان متولدا عنه. فمثال التابع الذي هو جزء من المتبوع الجنين، إذا ذبحت شاه وفي بطنها جنين، فإن زكاتها تعتبر في الشرع زكاة له، لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، يعني تحصل بزكاة أمه. والجنين هنا لا، والجنين هنا جزء من الشاه، فهذا مثال التابع الذي هو جزء من المتبوع. وكذلك لمن باع دارا فإن أساساتها تكون تابعة لها مع أنها ليست معلومة، والأساسات جزء من الدار. وأما التابع الملازم للمتبوع فمثاله لو أن إنسانا باع دارا فإنه يتبعها ما يلزمها كالمفتاح والقفل ونحو ذلك، فهذه لازمة للدار لأنه لا يمكن فتحها بغير مفتاح، لا يمكن فتحها بوجه معتاد من غير مفتاح، ولا يمكن قفلها على وجه معتاد من غير قفل. فإذا نص على بيع الدار، لو أن شخصا باع داره ولم ينص على بيع ما يتبعها وحبس المفتاح عنده وقال للمشتري أنا لم أبعك المفتاح، فليس له ذلك، لأن المفتاح تابع للدار، ووجه تبعيته للدار أنه ملازم لها. ومثال التابع الذي هو متولد عن المتبوع ربح التجارة، فإنه يأخذ حكمها في وجوب الزكاة وإن لم يحل عليه الحول. وكذلك نتاج السائمة، فإن الصغار التي تكون مع بهيمة الأنعام تحسب أو تعد في النصاب ولا تؤخذ منها الزكاة لفتية عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه بذلك. وهذه تابعة لأصلها وهي متولدة عنها، فيكون الشيء تابعا لغيره إذا كان جزءا منه أو كان لازما له أو كان متولدا عنه. ويدل على هذه القاعدة وهي قاعدة التابع ما جاء في الصحيحين
من قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ووجه الاستدلال بهذا على القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال العبد تابعا للمشتري، تابعا للعبد إذا اشترطه المشتري، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مال العبد تابعا له إذا اشترطه المشتري، فدل ذلك على أن التابع على أن الشيء يثبت تبعا وإن كان لا يثبت استقلالا. ولو أن المشتري اشترى مال العبد وحده بذهب وكان مال العبد ذهبا فإنه لا يجوز إلا بالشرط المعروف وهو التساوي في الوزن والتقابض في مجلس العقد. لكنه لو اشترى عبدا معه ذهب بذهب واشترط أن يكون الذهب مع العبد فإن البيع صحيح، لأن ذهب العبد يكون تابعا له، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه القاعدة يترتب عليها فروع كثيرة في أبواب المعاملات، ومنها لو أن إنسانا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فإن البيع لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين. لكن لو باع شجرا عليه ثمر لم يبدو صلاحه فإن البيع صحيح، لأن الثمر هنا تابع لأصله وهو الشجر، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكذلك لو أن شخصا باع جنينا في بطن شاه، باع حملا في بطن شاه، فإن البيع لا يصح، وذلك لوجود الجهالة والغرر. لكن لو باع شاة في بطنها حمل فإن البيع صحيح، لأن الحمل تابع للشاة، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت لاستقلالا. وهذا يبين لنا أن الشريعة تفرق بين الأشياء من حيث الاستقلال والتبعية، فلا تعطي التابع إذا كان مفردا حكم المتبوع، وإنما تعطيه حكمه إذا كان تابعا له في العقد، ولا تجعل للتابع حكما على وجه الاستقلال، لأنه لو أعطته حكما على وجه الاستقلال لصار ليس تابعا وإنما يصير مستقلا. ومن فروع هذه القاعدة لأن المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاة المغرب مثلا في الركعة الثانية فإنه يجب عليه، فجلس الإمام في الركعة الثانية فإنه يجب على المأموم أن يجلس معه لأنه تابع للإمام ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بخلاف ما لو صلى منفردا
فإنه لا يجوز له أن يجلس في الركعة الأولى، وإنما جاز له في الصورة السابقة لأنه تابع للإمام، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت لاستقلالا. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. الأسباب جمع لسبب، والسبب يعرفه العلماء بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وقوله الدواعي معناها البواعث على فعل الشيء، وهي المقاصد، أي مقاصد المكلفين. للعقود لجمع لعقد، والتبرعات جمع لتبرع. والتبرع تقدم معنا تعريفه، وهو دفع مال لغيره من غير عوض، أن يدفع مكلف لرشيد ماله لغيره من غير عوض. معتبرة أي معتد بها في الصحة أو في الفساد، فقوله معتبرة يعني معتد بها في صحتها وفسادها. وهذه القاعدة فرع من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي القاعدة الكلية الكبرى التي تقدم معنا لذكرها. ومعنى هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله هو لأن العقود والتبرعات يعتبر فيها المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. العقود والتبرعات المعتبر فيها المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. والعلماء يقولون القاعدة لأن العقود يعتبر فيها المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وهي بمعنى قول المصنف رحمه الله: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. وهذه القاعدة يدل عليها أدلة الشريعة التي تدل على اعتبار النية في العمل، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فعلق الجزاء الحسن على الإرادة، وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. فعلق ذلك على الإرادة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا أصل في اعتبار النية. وقوله في الآية السابقة: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فعلق الله سبحانه وتعالى الحكم على الإرادة. وهذا أصل مستقر في الشريعة، وهو أن الأعمال أعمال المكلفين مرتبة على مقاصدهم وبواعثهم. وأثر هذه القاعدة هو أن
العقود والتبرعات تربط بمقاصد المكلفين من حيث الصحة والفساد، فإن كانت مقاصدهم صحيحة شرعا فالعقود والتبرعات صحيحة، وإن كانت مقاصدهم فاسدة شرعا فهذه العقود والتبرعات فاسدة. ومن أمثلة ذلك الحيل، فإن من جاء بفعل ظاهره الصحة لكن باطنه الفساد فإنه لا ينظر لصورته وإنما ينظر لحقيقته فيحكم بأنه باطل. ومن أشهر الأمثلة على هذا نكاح التحليل، فلو أن إنسانا تزوج أو لو أن إنسانا عقد على امرأة ليس بقصد نكاح الرغبة ولكن بقصد أن يحلها لمن طلقها، فإن هذا العقد ظاهره عقد النكاح لأنه وجد الإيجاب والقبول والتراضي والولي، فظاهر هذا العقد عقد النكاح لكن باطنه التحليل، فيعتبر مقصود المكلف هنا ومقصوده باطل شرعا فيحكم بأن هذا العقد عقد باطل، وهكذا في سائر المعاملات سواء كانت من المعاملات المالية أم كانت من غيرها. ومن أمثلة هذا بيع العينة، كما لو أن إنسانا باع سلعة إلى أجل بثمن معين ثم اشتراها نقدا بثمن أقل من الثمن الذي باعها به، فهذا العقد حيلة على الربا فيحكم بفساده وبطلانه، لأن الأسباب والدواعي للعقود معتبرة شرعا في صحتها وفسادها. وكذلك العقود الإكراه، فإذا أكره الإنسان على بيع ماله بغير حق فباعه فإن البيع لا يصح، مع أنه وجدت أركان البيع، وجدت الصيغة والبائع والمشتري، فظاهر البيع الصحة لكن يحكم ببطلانه لأنه لم يتحقق الرضا في هذا البيع، والرضا مشترط في العقود لقوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، فهنا اعتبر السبب والداعي للعقد، والداعي للعقد هنا الإكراه، فلا يكون العقد صحيحا. وعلى هذا يقاس سائر المسائل، فإن كان السبب والباعث معتبرا شرعا فإن العقد أو التبرع يكون صحيحا، وإن كان السبب والداعي ليس معتبرا شرعا فإن العقد لا يكون صحيحا. وهذه القاعدة فيها نظر إلى النية ومقصود المكلف، والعلماء ينصون على أن النية هي روح العمل، فيقولون قصد المكلف في العمل هو روح العمل، فإذا كان القصد فاسدا فقد ذهبت من العمل روحه، وإذا ذهبت روحه فإنه يحكم ببطلانه. قال رحمه الله القاعدة 52:
إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، وهذه القاعدة سوف يكون الكلام عليها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي وللجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.